أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اقترضت من شخص مبلغ من المال وطلب مني رهنا فأعطيته أرضا وسمحت له باستثمارها وزراعتها حتى أرد القرض له، ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان لا يرضى بإقراضي حتى أعطيه رهنا يستفيد منه كأرض يزرعها مثلا بدون شرط منه، فما حكم هذا؟ هذا ربا. القرض لا يؤخذ عليه منفعة دنيوية. الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على ذلك أنه يحرم القرض، يحرم النفع المشترط. يقول: ما أقرضك إلا بشرط أنك تقدم لي نفع، إما تسكنني بيتك ولا تعطيني سيارك أستعملها ولا أزرع في أرضك. إذا شرط هذا ربا. أما إذا ما شرط لكن أنت بذلت له هذا الشيء بدون شرط عند الوفاء، قبل الوفاء، هذا بقى عند الوفاء، أما قبل الوفاء فلا يجوز أنك تعطيه شيء ولا تعطيه منفعة قبل الوفاء، لكن عند الوفاء لا بأس أنك تزيده من غير اشتراط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا رباعيا، استسلف بكرا من الإبل يعني صغير السن، فلما جاء يطلبه لم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. فعند الوفاء إذا لم يشترط لا بأس أنك تزيده، أما أنك تقدم له شيء قبل الوفاء فهذا لا يجوز. نعم.